على هذه الأرض ما يستحق الحياة. كلمتين تحكي اليوم احنا هون لن نتزحزح، لن نتزحزح من هنا الا على القبور فقط غير. انا واحمد وكل الساكنين هون لن نرحل من هذه الارض الطاهره وجوار سيدنا ابراهيم الا على المقابر. طبعا انتم في مخبز، طبعا هذا المخبز اصله لرحمه ابوي اسمه بركات عبد الرزاق شباني. انا اسمي خضر عبد بركات شباني. طبعا انا هون ارتبيت في هذا المخبز، طبعا كان عمري 8 سنوات. ابوي كان في المخبز هذا، كان يسوي النواعم ويسوي الكعكه الحمراء اسمها، ويسوي الكعك ويسوي الارشلي ويسوي اغيط النار العربي، كان يخبز طبعا خبز. وانا يعني هذه المهنه اخذتها من رحمه ابوي وحبيتها وكملت. نجي قصة المخبز، المخبز هذا بعد ما توفى أبوي أنا استلمته طبعاً واشتغلت فيه طبعاً إشراك وخبز، والوضع كان ممتاز جداً. فإجت أحداث الانتفاضة الأولى سكرت المنطقة، الناس أغلبيتها رحلت، إحنا ما رحلنا ضلينا مستمرين. بعدها إجت مزرعة الحرم إبراهيم الشريف، برضه اتسكر الوضع وسكر المنطقة زي ما أنت شايف، المنطقة مغلقة عسكرية، برضه إحنا ضلينا ثابتين ورانا موجودين على هذا الارض وعلى هذا المخبز. حياتي كلها انا كانت معلقه في رحمه ابوي، فهذه المهنه يعني اخذتها من رحمه ابوي. فطبعا انا بشتغل كل شيء، بشتغل طبعا الخبز، الكماش، بشتغل الاشراك، بشتغل الكعك، الارشال، البرازه، المعمول، اللقمه، بشتغل اصناف، كل اصناف المعجنات، كل شيء. انا كان عمري 8 سنوات، كنت صغير، كنت بالصف الاول، تقريبا بالصف الاول، كنت في المحمديه. جيت على ابوي هون بسوي، كان يخبز ابوي على بيت النار، كان يخبز الكعكه الحمراء، كان شعور بجنن، يعني ريحه الكعك وتطلع من بيت النار وعلى الحطب، يعني شيء رهيب جدا فاثر علي. فكان ابوي يعطيني الصينيه مدوره هيك، بحط 50 حبه يقول يلا انزل انزل بيع. اطلع على كان بازات يطا وبين العيم عند التربه على السهله، المحل هم احنا المستوطنين الان، قطع في الباص، مسحوا النواعم، كلهم يتناولوا يعني انفقهم ارجع. يعني بتعرفي شعور يعني كان حلو جدا، يعني ما لحقش اروح على الباص، فما اطلع في الباص وسخن كانت ونواعم وعليه سمسم وشيء حلو هيك، الناس ياخذوها، اقعد ارجع على ابوي. قال نفقت معه حط كمان 50 ويعجن وارجع، وابوي قال لي ما شفت البركه لانه ما انت صرت انت تاخذ مني، يعني كان يبيع، بس لما انا اخذ الصينيه وابيعه وانفق له بقول له وجهك بركه. واروح كل ما اخذ نقله ابيع، مره اروح على باب الزاويه، مره اروح على هون، على بعدين كنت اطلع على القهوه، في قهوه المعلقه هاي، وكان في قهوه هون على السهله كمان تاعت الحج، هذا الحج هون كان ختيار، في قهوه كانوا يلعبوا شده وختياريه، وتخش ابيع من نواعي، يعني شعور يعني كان جدا حلو. كان ابوي يعني بتحس انه في بشر، في ناس، والناس رايحه جايه وبهدوء وسكينه، والناس مطمئنين. الان اغلقت المناطق، الان في خوف، في خوف، الان مغلقه منطقه عسكريه، انت شايفه، اذا بيجي بدهم يجوا بس بيجوا بطلع على تكييف سيدنا ابراهيم وبرجعوا. واحتمال يقول لك مرحبا او مرحبتين. الشعور سيء جدا بالنسبه لي انا، اما بالنسبه على زمان رحمه ابوي كان جيد ممتاز كان.
يعني في بشر والناس وعدوا اللي يجي ويجوا من نابلس ومن جنين ومن كلها يجوا ويجوا على المخبز هون ويشتروا ارشان لوبروز من عند ابوي كنت ابيع نحط البسطه برا. فهقيت الان اضطرينا يعني نرجع التاريخ ونثبت انا شغله واحده اللي هو الشراك، لكن احنا المفروض هون نشتغل الشراك والخبز والكعك، الكعك القدس طبعا. احكي لك بصراحه انا لما استلمت المخبز بعد رحمه ابوي شعور يعني جيد جدا، يعني حسيت انه ابوي موجود يعني عم بكمل المشوار. واحكي لك بصراحه بعدي انا اولادي بكملوا المشوار، هذا ارض الاباء والاجداد، هذا تاريخنا، تاريخ الفلسطينيين، تاريخ الاباء والاجداد، وين نروح؟ هم عندهم تاريخ، احنا عندنا تاريخ موجود على ارض الاباء والاجداد. فهذا ريحه ابوي فيه وريحه سيدي وريحه عمي، وهذا كله المخبز على فكره اشتغل فيه جدي، اشتغل فيه عمي، اشتغل فيه ابوي، واشتغل فيه انا، ومن بعدي اولادي. انا ساكن تل رميدي، انا ساكن جنب دار ابو هيكل، انا جيراننا المستوطنين ومعاناتنا يوميا، وانا اكثر واحد عنده ملف اذا ليوم بفرجيكي، اولادي كلهم هم صغار كلهم طبشوا وناموا المستشفيات. اسمي اسعد المعتصم، ساكن في انصار. جيت انا عن زمن الاردن، نروح نجيب العجين من الدور، الناس كانوا يجنوا في قلب البيت ويجيبوا هون يغتروا، نروح نرجع لهم. لكن هذا الحكي لما اجى الاحتلال اشتغلنا معه، حضر الحمد لله رب العالمين. كان هون يجيبوا عرس عن عرس، يجيبوا العجين في كل واحد، يجي يخلصوا هذا يخبزوا ويوديهم يا اهل العروس او الاهل العروس. هون هنيت كان في يعني العالم كترت ليش كثير. وكلمتين تحكي اليوم، احنا هون لن نتزحزح، لن نتزحزح من هنا الا على القبور فقط غير. انا واحمد وكل الساكنين هون لن نرحل من هذه الارض الطاهره وجوار سيدنا ابراهيم الا على المقابر.